اوكي، مين بده يشتغل معي كمودريتر ويحط لي الاسهم ويساعدني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في تشابتر 5 بارت 2 يوزنج سيستم سوفت وير. والفكره هون مين بده يكون معي؟ جودات ساعدنا في الانوتيشن اللي حط لنا اسهم، الله يساعدك. ماشي سؤال يوزنج ذا انترفيس، كيف بدي اتواصل مع الويندوز؟ ويمكن زي ما شرحنا في فيديوهات سابقه، وي يو ار يوزنج ذا ابلكيشن بروجرام تو امبروف اور برودكتيفيتي اند ايز اوف اكسس، توصل لسهوله الوصول للبيانات والمعلومات. كيف بكون انتاجيتك افضل لما انت بتستخدم التطبيقات الموجودة والمتوفرة في ويندوز 10؟ ففي تطبيقات كتير كتير حلوة، بتمنى انكم كلكم تروحوا تقرأوا هون وتجربوها. اوكي، يمكن صعب هلا هون نجرب كل شيء، بس في ويندوز 10 في شيء اسمه مثلا التاسك بار والديسكتوب. زي ما حكينا، الديسكتوب اللي هي الشاشة اللي قدامك، والتاسك بار هاي انت بتقدر تيجي تضلل على الستارت منيو، هاي اللي هون ستارت منيو، وتحط وتغير في الايكونز هدول والتطبيقات اللي تكبره واللي تصغره، وتحطه بالطريقه اللي عندك توصل له بطريقه اسهل ما يمكن. طبعا حكينا كمان انه الديسكتوب اذا بتقدر توصل من هاي النقطه اللي هون، هاي اللي هون لو سمحت جوده، سهم احمر هون، سهم احمر يا جودة، هذا سهم صغير. فتقدر تيجي تعمل قد ما بدك ديسكتوب، يعني اول ديسكتوب بيكون عليه شغلات انت بتستعملها. تقدر يو كان كرييت انذر ديسكتوب وتحط عليه تطبيقات ثانيه، يعني شغلك في الوورد، شغلك في مشروع كذا، شغلك في على الباوربوينت، واضح؟ فبتقدر تعمل اكثر من ديسكتوب وتروح تتنقل فيما بينهم، وفي كل ديسكتوب بتحط الشغلات الحلوه اللي بدك اياها. وهدول موجودين على فيديو فايل حطت لنا اياه فرح شيخ الله يرضى عليها على الفيسبوك جروب. طبعا الستارت منيو بتقدر تعملها ريسايز زي ما حكينا، تصغر البوكس وتكبرهم. طبعا حكينا على فكره السنابينج انه instead of making screenshot، يعني تاخذ كل سكرين، تقدر تاخذ جزء من الشاشه باستخدام هاي الخاصيه اللي اسمها سنايبنج تول، اللي هي نقدر نشغلها من خلال نكبس شيفت ويندوز وحرف الاس. هدول الديسكتوبس اللي حكينا عنهم انك تقدر تعمل شيء اسمه فيرتشوال ديسكتوب، اوكي، اكثر من ديسكتوب. في كل ديسكتوب بتحط التطبيقات اللي انت بدك اياها. طبعا اليوزر انترفيس بتوين الاوبريتنج سيستم لايك ويندوز والاو اس والابل واللينوكس والفيدورا ويوبنتو لينوكس، كل واحدة لها خصائص بس كلهم بتشابهوا، يعني صاروا بيشبهوا بعض كتير. الموضوع الثاني اللي هو الفايل مانجمنت، كيف نعمل إدارة للملفات؟ وهون الشغلة كلها سهلة كتير، بس بشكل سريع انه احنا لما بنيجي بنخزن ملفاتنا بنخزنها على الهارد ديسك على الدرايف سي. على اي درايف بنضيفه بصير له اسم لايك دي، اوكي، او اي او اف، لايك حطينا سي ديز او حطيت فلاش، فبكون له درايف نيم. وهذا الدرايف نيم التوزيع الملفات فيه من خلال انك تعمل نعمل libraries وfolders وsubfolders وfile names. هذا التسلسل بدكم تعرفوه، انه اي شيء بدك تخزنه لازم يكون له file name، وهذا الfile name موجود بالsubfolder في مجلد، وهذا الفولدر يمكن يكون داخل folder او داخل اكثر من folder، فعشان هيك بكون folder subfolder، يعني sub يعني شيء جزء منه. وطبعا libraries وfolders، وكله هذا من شان ease of access، توصل للإشي اللي بدك اياه باسرع طرق. وهذول كلكم بتعرفوهم، هذول كيف تدخلوا على
to navigate الفايل اكسبلورر هذا. وفي شيء اسمه الباث اللي هي هاي الصوره اللي بدي اياها. انه اي فايل انت بتستخدمه في له باث. طبعا الفايل نيم هيو كارنيجي جي بيج. الجي بيج هاي الاكستنشن اللي هو الامتداد بالعربي او نوع الفايل، انه جي بيج هذا صور صح؟ طبعا الامتدادات للدوكيمنت تختلف عن اكسل شيت تختلف مع الباوربوينت. طبعا الاسم تقدر تستخدم حوالي 255 حرف، يعني ما في منطقه تيجي تقول لي الفايل نيم اسمه اي بي سي. اعطيه اسم يدل عليه. طبعا الكارنيجي دوت بي جي بيج موجود في سب فولدر له اسمه illustrations، موجود في another فولدر اسمه term paper، وفي كمان فولدر، وموجود في primary فولدر اللي هو الاساسي library اسمه documents على درايف سي. فهذا الباث الطريق اللي بدها توصلك للفايلز. طبعا كمان في تعرفوا هون بيحكي على الكلاودز كيف تستخدموا الكلاود درايف او جوجل فولدر. هون كيف نعمل الفيوينج للفايلز تبعتك، بدي اياهم اشوفهم كلارج ايكون سمول ايكونز ليست. اوكي هلا كيف تستعرض الملفات الموجوده على الفولدر. طبعا هذا النيمينج اوف ذا فايل والاكستنشن نوع الفايل زي ما حكينا، مثلا الاكسل فايل بيكون نوعه اكس ال اس. هدول التيبل هاي كتير كتير ضروري عشان تعرفوا الاكستنشن او الامتداد للفايلات شو هي، شو نوعها وشو الفايلات اللي بتفتحها. اوكي يعني اكسل فايلز شو بفتحها؟ مش برنامج اكسل مثلا صح؟ الداتابيس مثلا بيفتحها الاكسس. فهدول الاكستنشن ضروري كل واحد نعرفهم. جي بيج زيب فايل الفايلات المضغوطه زيب فايل تكست فايل. اوكي في كمان هاي هون بحكي على الفايل نيم انها 255 حرف. طبعا اذا بنعمل ديليت لاي فايل موجود تقدر تروح تعمل له ريستور من الريسايكل بن. كلكم بتعرفوا الريسايكل بن سلة المحتمل. طبعا اذا انت بتمحي تقدر تعمله ريكفر، تقدر تسترجع. هاي كيف تعمل. طبعا الفايل كومبريشن كيف تضغط الملفات عشان تقدر تبعتها، بدل ما يكون حجمها كبير تبعته على الايميل تصير حجمها صغير. ما بدنا نخش في كيف بتم عملية الضغط، بس بشكل بسيط عملية الضغط انه كل فايل بيكون فيه شغلات متكررة. هاي الشغلات المتكررة إذا عملناها بصغر حجم الفايل. طبعا في شيء اسمه compression و decompression. compression تضغط الملف، decompression ترجعه لشكله الطبيعي. هاي هون كيف نعمل compression. في utilities اللي هي برامج utilities مثلا أنواع. في نوع بيجي ضمن الـ operating system مع النظام التشغيل، مثلا زي الـ restore. إذا أنت عملت باك اب خزنت ملفاتك بدك تسترجعها، أو ممكن تكون ستاند ألون تروح تجيبها زي النورتون أنتي فيروس. برامج الأنتي فيروس هاي يوتيليتي، أو ممكن تكون فري وير مجانية أنت بدك تنزلها. لما تكون فري وير يو نيد تو انستول إت. أوكي طبعا في هون يوتيليتي بروجرامز كتير كتير حلوة بتمنى تروحوا تستخدموها. مثلا الديسك كليننج، كل واحد فيكم بروح على الكمبيوتر تبعه على الهارد ديسك، في حتى على الموبايل في ملفات بيكون ما لها داعي خلص، ما لها استخدام temporary files، وهدول بصير على يتراكموا وباخذوا مساحه من الهارد ديسك. فبدك تروح تعمل ديسك كليننج، يعني تبع على الكمبيوترك على اللابتوب او على الموبايل. الموبايل في بعرف في نسيت اسمه delete folders هيك. anyways ف disk cleanup بتروح على تعمل disk cleanup. فرجيكم كيف. هاي disk cleanup واضحة الشاشة. فبده يعمل disk cleaning لدرايف دي مثلا. شو في عندي فراغ
هون منظف كامل نظيف. فبتيجي بتدخل وبيعمل لك ديسك كليننج مثلا على الجهاز سي. اذا بتطلعوا هي في عندي انا هون مثلا temporary files، اذا واضحين هاي هون temporary files حوالي 405. هون في ويندوز ايرورز بتقدر تعمل كليك وتقيمهم، اوكي بس تعمل اوكي بلغي لك اياهم. الشيء الثاني اللي هو defragmentation. عشان تفهموا هذا الموضوع خلينا نشوف هاي ديسك كليننج كيف بتتم العمليه. هاي التاسك مانجر هون اذا بتقدر تروح تشوف في فايلات في ملفات بتكون شغاله وماخذه مساحه من الـ من الـ او ماخذه وقت السي بي يو، بكون الكمبيوتر معلق. ليه الكمبيوتر معلق؟ تكبس كنترول الت ديليت التاسك مانجر وبتروح تشوف البرنامج اللي معلق شغال ماخذ كل وقت السي بي يو وبتمحيه او بتوقفه، اللي هو التاسك مانجر هذا. الشيء الثاني اللي هو defragmentation، بتكون الشغله بتكون واضحه انه على الكمبيوتر على على الهارد ديسك مثلا على 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 الهارد ديسك زي ما كلكم بتعرفوا في تراكس اللي هي هاي الدوائر، وفي كل تراك مقسم لسيكتور، يعني هذا سيكتور 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 وفي كلاسترز. هون بيتم تخزين الفايلات بهاي بهاي المساحات اللي متناثره. طبعا بيكون اكثر من ديسك اكثر من سطح. هلا كيف بتتم العمليه؟ انه انت تيجي تخزن ملف، فبتلاقي مثلا الاشارات الحمراء هاي، هاي الاشاره الحمراء وهاي الاشاره الحمراء، ثلاث اشارات حمراء متباعده فراجمنتد، هاي بتخص ملف واحد. الاشارات الخضر بتخص ملف ثاني، فالملفات متناثره. جزء هون جزء هون جزء هون فراجمنتد. فبتيجي تشغل هذا اليوتيليتي اسمه ديفراج، يعني النتيجة بصيروا الملفات كل الملفات مخزنين هيك إن consecutive area ورا بعض، وهيك بصير أسهل. والفراغات هاي الصغيرة هاي بصير قابلة للاستخدام. أوكي، فهذا ال defragmentation. بتهيألي في هون تطبيقات for ease of access tools للي عندهم احتياجات خاصة، مثلا اللي عنده احتياج مثلا بالنظر بيشغل هذا الماجنيفاير، بصير يعمل زوم. هذا النريتر بيعمل ريد شو مكتوب على الشاشة، بيقرأ لأنه أنا مش عارف يقرأ. هذا الديكتيتنج اللي هو أنت بتحكي وهو الكمبيوتر بيقدر يكتب، وهي هي هي مفيدة إلي لأنه أنا أصابعي صار يوجعوني. وهيك بنكون انهينا، والله يعطيكم العافية. الله يعافيك.